أنا فرح. في ليلة عاصفة ظهرت في منزلي فجأة طفلة صغيرة قادمة من كوكب آخر. علمت فيما بعد أن اسمها مروة. هذا ما أخبرني به والداها حين اتصلا. سافر أهلي إلى الهند وتركاني مع ابنتي خالتي، وهي لا تحب الأطفال. أرادت التخلص من ميمي، وهنا بدأنا بالشجار. لن يستطيع أحد أن يرغمني على التخلي عن ميمي. سأعتني بها ريثما يصل والداها. الدب صديقي. تبدو ميمي سعيدة بركوب هذه العربة. أظن أن رحلتنا إلى مياه الينابيع الحارة ستكون ممتعة جداً. لكني لا أحب زيارة هذه الأماكن يا فرح. أفضل الذهاب إلى البحر مثلاً. لا تنسي أننا نملك بطاقات مجانية لزيارة الينابيع، ولهذا لن ندفع قرشاً واحداً، وهذا جيد. أنا لا أعترض على الرحلة المجانية يا فرح، بل أعترض على المكان الذي سنذهب إليه. أفهمت أم لا؟ فهمت. تريدين رحلة مجانية إلى مكان تختارينه. يا له من شرط. هيا بسرعة يا فرح، ستنطلق الحافلة. انتظرنا. عفوا. لقد وصلنا في الوقت المناسب. ولكن أين الفندق؟ نحن نسير منذ ساعة ولا نرى أي فندق. أظن أننا سلكنا الطريق الخطأ كما يبدو لي من الخريطة. هذا خطأك يا فرح، فأنت من يقرأ الخريطة. حسناً، لنسأل تلك المرأة. يا جدة! ها؟ من فضلك، هل تعرفين أين يقع فندق الأحلام؟ ها؟ إنه على قمة ذلك الجبل. أظن أنكما جئتما في الحافلة الخطأ. كان من المفترض أن تستقل حافلة أخرى للوصول إلى ذلك الفندق. لنعد إلى المحطة. هاي، لم يعد هناك أي حافلة تمر من هنا في هذا الوقت، والفندق بعيد جدا ولن تستطيع الوصول إليه سيرا على الأقدام. ماذا؟ هذا يعني أننا سنبقى الليلة في هذا المكان؟ علينا أن نجد فندق نبيت فيه. نقودنا لا تكفي. وأين سنبيت إذن؟ ها؟ لا داعي لأن تتشاجرا يا صغيرتي. في إمكانكما أن تقضيا الليلة في منزلي على الرحب والسعة. صحيح. شكرا لك. يا لها من رحلة. نبيت في هذا المنزل الريفي بدل أن نكون الآن في الفندق. كفاك تشاؤما يا نجوى، ثم إن الإقامة في منزل كهذا أمر ممتع حقا. انظري إليه ما أجمله. بندقيتان. هل هذه البنادق المعلقة حقيقية يا جدتي؟ أجل، حقيقية. كانت لزوجي، فقد كان صيادا. وما هذا؟ هذا حذاء الثلج، ننتعله للمشي على الثلج في فصل الشتاء. توقفي يا ميمي. كفى. نجوى، دعيها، إنها تلعب يا ابنتي. كفى أرجوكي، هذا يكفي أرجوكي. هل هي ابنتك؟ سأخذك في رحلة لا. هذا ما توقعته منذ أن رأيتكما. فهذه الطفلة لا تشبهك، بل تشبه الصغيرة التي تحملها. أصبت يا جدتي، وأنا التي أعتني بها. هكذا إذن. لمن هذه الصورة يا جدتي؟ إنها حفيدتي دعد، مرضت ابنتي الكبيرة قبل أعوام، فأرسلت إلي ابنتها لتعيش عندي ريثما تشفى من المرض. فأمضت معي مدة غير قليلة، كنت حينها بمنزلة أمها. وهذا الدب؟ هذا الدب الصغير عثر عليه زوجي رحمه الله في الغابة، فأحضره لنعتني به، فصار صديقا لحفيدتي. حقا؟ كذلك
كانت له علامة بيضاء على جبينه، فأسمته دعد لوجين، وكانت تعزف له بالناي فأحب ذلك. أصبحا صديقين حميمين، تعلقت به كثيرا، ولكن عندما كبر عاد إلى الجبال، وبعد مدة قصيرة عادت حفيدة دعد إلى منزل أهلها في المدينة. ولكن الدب حيوان خطير صحيح؟ لا، هذا الدب ربي هنا وصار دبا أليفا ولذلك لا يؤذينا. أظن أنكما جائعتان ولذلك سأجهز العشاء. طعم لذيذ حقا. ساخنة ولكنها لذيذة. كلا بالصحة والعافية. شكرا جزيلا لك على هذا العشاء يا جدتي، صدقيني لم أذق مثل هذا الطعام اللذيذ من قبل. أمر جميل أن تهتمي بهذه الصغيرة. أتعلمين؟ لقد ذكرتني ميمي بحفيدة دعد. كانت دعد في عمر ميمي عندما جاءت لتعيش معي. إنني أفتقدها كثيرا، فهي لطيفة مثل ميمي. متى سنصل إلى الفندق؟ نحن على وشك الوصول، إنه وراء ذلك الجبل. حقا، يا لها من رحلة، فبدل أن أستمتع بالمياه الحارة أتسلق الجبل. كفاك تذمرا، فالسير على الجبال أمر ممتع، ثم إننا سنجمع الأعشاب البرية في طريقنا إلى الفندق، أليس كذلك؟ أجل يا صغيرتي، هيا اتبعاني. انتبهنا، ففي هذا المكان دب متوحش. قلت لكم مرات عدة إن لوجين دب مسالم وإنه لن يؤذي أحد، ألا تفهمون؟ حقا، ولكنه حاول إيذائي مرارا. لقد هاجمني حينما كنت أصطاد، انظري ماذا فعله بي. لا شك أنك آذيته أولا فدافع عن نفسه. لا تصدق هذا الكلام أبدا. ولكن نعم، ولكن هيا هيا. عجوز عنيدة، دعونا نجمع الأعشاب الآن. انظري يا فرح، هذه عشبة الزعتر البري وهي مفيدة لبعض الأمراض، وتلك عشبة البابونج. وما هي هذه؟ هذه عشبة الفرح، انظري. يا لها من مصادفة، اسمها مطابق لاسمي، أليس كذلك؟ بلى، أخشى أن يهاجمنا الدب. اطمئني، لن يفعل. لكنه هاجم الصياد. هذا لأنه أطلق النار عليه حين رآه. هكذا إذن. سأستطلع المنطقة هناك. ولكن لا تبتعدي كثيرا، فقد تضيعين في الغابة. حسنا يا جدتي. انظري ما أجمل السنجاب يا ميمي، انظري ما أجمله، مناظر خلابة حقا. ستمطر. ها؟ هاي، أين أنت يا فرح؟ عودي بسرعة، ستمطر. فرح، أين أنت؟ هل تسمعينني يا صغيرتي؟ عودي في الحال. فرح، أين أنت يا فرح؟ فرح، 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 أين ذهبت؟ لا أدري أين هي الآن، ولكن علينا أن نجدها بسرعة قبل تساقط المطر، وإلا ضاعت في الغابة. صرنا. لا يبدو أننا ضعنا. نجوى، جدتي. ميمي، الحمد لله لم تبتلي. يا إلهي. فتاة في الصف الرابع معها طفلة صغيرة. حسنا، سأذهب للبحث عنها. لن تستطيع ذلك، فالجو عاصف جدا. حل الظلام وسيكون الذهاب إلى الجبل خطيرا جدا. ماذا؟
هل نتركهما في الجبل إذن؟ نتركهما هذه الليلة وعندما يحل الصباح نذهب. لا، سأذهب وحدي. فرح، توقفي يا نجوى، لن تستطيع الذهاب إلى الجبل وحدك في هذا الظلام. ألا تفهمين؟ أنا واثقة بأن فرح وميمي بخير. لابد أنهما وجدتا مكانا والتجأتا إليه، فلا تقلقي عليهما. صادفتم الدب فأطلقوا عليه النار. حاضر. إياكم أن تفعلوا. لوجين لم يعد دبا مسالما، لقد صار متوحشا، ولهذا علينا التخلص منه، وإلا قتل أحدنا. أنت مخطئ. هيا بنا. لنذهب معهم. هنا حذرتين. صديق داد هو بذاته. لوجين، ميمي، يبدو أن فرح وميمي باتتا الليلة في كهف الدب. خالتي، أليس من المحتمل أنه هاجمهما؟ ماذا تقولين؟ إنه لا يؤذي من لا يؤذيه. ما هذا الشيء؟ انظرا، أليس هذا لهما؟ أجل، إنه لفرح. لقد ذهب الدب في ذلك الاتجاه. هيا. انتظروني. يجب أن أهدأ، يجب أن أهدأ وأفكر في طريقة لاسترجاع ميمي منه من دون أن يؤذيها.
ولكن ماذا سأفعل؟ ماذا سأفعل؟ كان يحب كثيرا أن يستمع إلى عزف حفيدة بالناي. وجدتها. ولكن لا أستطيع العزف به إلا إذا بكت ميمي. ميمي ابكي أرجوك. جين؟ إنك دب لطيف. هذا هراء، إنه دب خطير جدا. لا أرجوكم صدقوني، لم يحاول الدب لجين إيذاءنا. نعم إنه مسالم، لقد أنقذ حياة ميمي. لجين أنقذ ميمي من شجرة كبيرة كادت تقع عليها، وهذا ما سبب له الأذى، لذلك لا تقتلوه. لا أصدق هذا، إنما تقولينه لا يصدق. دب ينقذ طفلة من الموت، هذا كلام غير معقول. إياكم أن تطلقوا عليه النار. لوجين شكرا لك، لن أنسى ما فعلته من أجلنا. هيا اذهب يا لوجين، اذهب. تأثرت كثيرا حين سمعت بأن ابنة خالتي نجوى قلقت علي حين ضعت مع ميمي في الغابة. ودعت تلك القرية الجميلة وأنا أحمل ذكريات لا تنسى. إنها ذكرى الدب لجين، هذا الدب الذي كاد يفقد حياته من أجل إنقاذ ميمي من الموت. أما تلك العجوز التي استضافتنا فقد أحببتها كثيرا، وآمل أن نلتقي في يوم من الأيام.